شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا نحب نتكلم في الجلسة هذه بكل إيجابية، وأنا أتمنى أنه بعد الجلسة هذه اللي طلبوها العديد من الزملاء، يعني أجرينا في جرة يعني باش تصير هالجلسة هذه وتكون مفتوحة، تحكي على دور النائب وعلاقته بالسلطة التنفيذية. وأنا أقول أنه اليوم حاضرين معنا مساعدي السيد الرئيس، وهو ما نعرفش الكاميرات وجدت لهم وإلا لا، هما زملائنا محترمين ويشتغلوا في شغل جيد، فيهم نساء وفيهم رجال، نشكرهم على خدمتهم. ثم حاضر معنا كذلك السلطة التنفيذية ممثلة في السيد وزير المكلف بالعلاقة ما بين الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي. إذا أنا نصور أنه بعد هالجلسة هذه ما هيش حس تفرغ قلبك، أكيد نحن وهما السلطة التنفيذية ومساعد السيد الرئيس والسيد الرئيس ونائبيه، أكيد باش تكون ثم خطوات إيجابية باش نجموا نقدموا القدام. وأنا مش مشكل أن يكون حاضر السيد الرئيس ولا مش حاضر، لأنه السيد الرئيس سي مصطفى بن جعفر نحن أنا ما نتعاملش معاه في شخصه، نتعامل معاه كمؤسسة رئاسة، ويكفي أنك سي عربي أنت اليوم تمثل مؤسسة الرئاسة مع مساعدي الرئيس. أنا ما نحبوش نطيحوا زادة كذلك في تشخيص الواقع، لأن الواقع نعرفوهم شخصينه، وما غير ما نذكروا برشا دمار وبرشا، لأنه بكل صراحة فيها برشا يعني برشا غلو. لكن أنا نقول نحن الآن حسب رأيي المتواضع، أنه نحن في حاجة لحاجتين كنواب، في حاجة الرزنامة، وأنا نعرف أنه مدام سميرة مرعي يعني قدمت يعني اقتراح في ذلك في رزنامة، برشا مساعدي الرئيس قدموا اقتراح في أنه تكون عندنا رزنامة. نحن كنواب نحب نفهموا على الأقل شهر القدام شنو عندنا خدمة على المستوى التأسيسي وعلى المستوى التشريعي. ثم نحن في حاجة لوسائل، لأنه نحن في كنواب مفتقدين الوسائل، ما عندناش حتى وسائل، نحن نواب بخلاف المرتب نتاعنا اللي عمل يعني فقط. إذا نحن لا عندنا لا مكاتب، لا عندنا مساعدين، لا عندنا يعني لولا يعني بعض الاجتهادات ومادموزيل يعني السيدة هالة الحامي قبل ما تسافر للحج يعني اتصلت بي واتصلت بعض النواب أنه مساعدي الرئيس وفروا لنا بعض المكاتب، أكيد سي بدر الدين يعرف يعني ثم توفير بعض المكاتب، يعني فضاءات حاولوا أنه داخل هالفضاء هذايا اللي بكل صراحه ماهوش مخصص لحظه تاسيسيه، لانه نحن الان في لحظه تاسيسيه. المجلس الوطني التاسيسي والمجلس هذايا ما تعودش على هالخدمه اليوميه من الصباح لليل العشيه بالنسق هذايا، يعني ما صاغش قبل دستور، اذا حتى يعني بنايته والشيء المجهز به ما يساعدش على هالعمل هذايا. انا ادعو انه تتوفر لنا العديد من الوسائل. انا نقول للزملاء انه راهو نحن دورنا تاسيسي بالاساس، نحن دورنا كتابه الدستور، ودورنا تشريعي في صياغه قوانين، لكن مش كل قوانين، القوانين باش تسهل لنا العمل تاعنا في الفتره الانتقاليه وباش ناسسوا للفتره القادمه ان شاء الله. ثم عندنا دور على مستوى الجهات، وراو كي نقولوا على مستوى الجهات نحن باش ندخلوا مع السلطه التنفيذيه، وانا باش نحكي هنا علاقاتنا بالسلطه التنفيذيه، باش ندخلوا مع الوالي ولا مع الوزراء، باش ندخلوا في اطار ملفات كبيره. يعني نحن ماناش دورنا، سامحوني وانا اكيد يعني نزل زملائي، نحن ماناش دورنا لانه نحن عانينا من محسوبيه وعانينا من الوسطات، نجيو مثلا نحن كنواب اليوم انا حتى يجوني حتى للدار حتى للجيران والاحباب والاصحاب نقول لهم راه مش دورنا نحن باش نخدموا العباد، مش دور انا باش نعمل وساطه، انا دوري كنائبه اني باش نوصل صوت انسان مظلوم، انسان يعني صارت يعني في شانه يعني بعض المظالم ان نوصلها. أنا بالنسبة لي بكل صراحة علاقتي بالسلطة التنفيذية يمكن نشتغل على مواضيع نتاع شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو، علاقتي بالسلطة التنفيذية بالوزراء اللي نشتغل معاهم في هذا الملف علاقة بكل صراحة جيدة، حتى العلاقة دونك بكل صراحة مانيش لاقية صعوبة، وعلاقتي كذلك بالسلطة الجهوية ممتازة، فقط أنا نحب نقول أنه ساعات ما عندناش مشكلة مع الوزراء، عندنا مشكلة حتى سامحني سعد نعم وأختم، عندنا مشكلة حتى في الاستقبال على مستوى الإدارة. يعني الإدارة بكل صراحة ساعات تحب بين ظفرين، يعني مش منحبش نقول كلمة خايبة، وإنما ما تحبش يعطي تعطي النائب، راه النائب كيمشي الإدارة والوزارة ماهوش ماشي في قضية الخوه ولا البوه ولا ماشي في قضية للمواطن التونسي. في الأخير سامحني أختم، أكيد نحن نطالب بحقوق لكن علينا واجبات، ولابد نحن أنفسنا نساهموا في أنه نحسنوا من صورتنا، وصورتنا راهي جيدة ماهيش ممتازة، لكن الحمد لله صورتنا جيدة عند الشعب، وأنا هذه متأكدة منها بإذن الله. شكرا سيد الرئيس. بارك الله فيك.